مرحبا، تعرف عليك؟ لا، من اسمي ليه بليل. تخدم ترونسبورتير؟ اي. قداش عندك في الخدمة؟ عندي 22 سنة. متعبة الخدمة دي؟ بالطبع، ما كل نهار ورزقه، هو الرزق ربي سبحانه وتعالى. يعني الظروف السياسية والوحدة دي أثرت فينا، يعني في البورت أثرت، يعني برتو أثرت. هي تخدم في البورت، تهز سلعة من البورت. الخدمة في البورت حاجة أخرى. دي كي أنت قبل، احنا يعني تونس لو بقى ما صارتش الثورة دي ممكن نجيبوا خدامة من برا. علاش كل شيء نكون نهزوا للثورة، نهزوا لأحداث 2011؟ دمرنا بيتنا بيدنا احنا. أنت جيش تخرب بيتك بيدك، صح؟ أنت شفتنا اللي احنا ضرينا أكثر من 40,000 قريف صار، صح؟ أنا مثلا يتقرف مثلا الشيمينو ولا سنتي ما نخدمش، ما نروحش برزق ولادي، هذا يعني أبسط حاجة ده. فهمتني؟ مش بيه اللي صار في تونس، احنا تونس صدقي أحسن دولة عربية في طقسنا، في شعبنا، في كل شيء. أنا يعني شبه الدول العربية كنا نعرفها، أما تونس واحد. تعرف علاش مشيت لبرا؟ أي عشت معاهم، عشت في الشرق برشا. فين عشت في الشرق؟ عشت كل العراق وسوريا والخليج. سنوات قداش مشيت للدول الخليج؟ ثمانينيات. كانت تنجم كنت تمشي بس أسهل من توا. عادي، كانت قبل بورقيبة شعمل، قال ما نبعثش ولادي للشرق، نبعثوا إنسان متعلم يرجع إنسان جاهل. تونسي عنده قيمة في العالم. شنو استفدت من إقامتك وخدمتك في دول المشرق والخليج في سنوات؟ عملت شوية فلوس، روحت بكاميون ونخدم، روحت لبلادي ونخدم نسترزق وكاو، وعيشت ولادي وكبرت ولادي والسلام عليكم. روحت بكاميون، ديما برشا اللي عاشوا برا في الخليج خاصة يقول لك روحت بكاميون، ولو انه كاميون مش راس مال واحد، ما يخدمكش سنوات. ما يحبش يعني يعمل حاجة، يعني ما تفكرش حاجة أكثر منك أنت. أنا شان مشيت بسيط، عرفت الدولار، عرفت اللين، وعرفت كذا وكذا، يعني مش فهمت كيف؟ الخدمة سهلة غادي؟ سهلة، يعني هي كانت، هو العالم كله دخل بعضه ولا ما تقوليش أوروبا وأمريكا واحد. أما احنا كتونس عندنا كل شيء في بلادنا. أنا كنت نعيش في بلدين كله يجي من برا، ما عندهمش. احنا عندنا خضرتنا وعندنا غلتنا وعندنا طقسنا. الطقس هذا مش موجود في العالم راهو. في الشرق 36 شهور سخانة، 50 انت طالع. تونس راهي، أما علاش يجونا السياح؟ أنا ما يجوناش على الأمبيونس بتاعنا، ليه يجونا على طقسنا؟ فهمتني؟ تونس راهي باهية، أما الناس ما، الناس تموت في البحر ليش؟ ليش؟ هاربة من شهر، هاربة من الفقر، هاربة من صعوبة الحياة. هو ما عاشوش الستينيات، ما عاشوش الاستعمار، ما عاشوش السبعينيات. حتى يكون زاد هاربة تلوش في وهم. مو وهم، هو يحب فيراري ويحب لامبورغيني. هو حتى كهرباء عادية ما انت ريتي شوف حاجة كبيرة. احنا قبل قريت السوالف تجينا ما كانش الربا فيك راهو. احنا كنا قبل نمشوا التيرزي قاصة ويقص لك احمر اخضر. جابوه الناس اللي خرجت لاوروب. يجيك الجين وبوتيون وكذي ويشوفوه، واه احنا قبل نبدا نمسوا فيه. كان يجيب لنا يرميك باكو جيتان، هو اخي يبدو خايف في فرنسا. انا نروح حاجه كبيره بالنسبه للفامارس والخضرة واللرتي. فهمت كيف؟ احنا تونس باهي، الناس مش حامده ربي والله. كلامك باهي، تونس باهيه وبلادنا مزيانه وبلادنا فيها برشا نعم مش موجوده في بلايص اخرين. كيف كخدمه براتيكمون في السنوات الاخرانيه سيرتو ترونسبورتير مش موجوده، ما يحبوش يخدموا شباب تورا ما عندوش ياكل المرمى في 40,000 50,000 نهارو. مش بالحق راه يخدم ويجمل ويلقى روحه في شهر وخلاص. احنا في الريف البرة نسيت تخدم، الولد الصغير يخدم في الغله، يخدموا في الطماطم، يخدموا ما شنو. فهمتيني؟ علاش انت قلت لي لمحت لي الحاجه مهمه تعدينا بها لسنوات ضرتنا البلاد، ما تقول ما يقولوليش عكس هذا، هي الاضرابات وال اسمعني انت حطي دوله انا اسرتي، يعني شكون اللي يحكم في البيت؟ ماني هو ولي عهد، شكون؟ وين المرأة؟ صح؟ نجي نخرب بيتي أنا،
خربوا بيتهم التواسع. اليوم قلت لي اللي يحب يخدم موجوده الخدمه. موجوده والله موجوده. الترونسبورتير شنو تبدل فيه في السنوات الاخرانيه؟ والله الرزق بيد رب ما تعرفيش. رزق قبل كنا نخدموا مع الترابلسيه، كنا نخدموا مع جبهه بن علي. كان شكون اللي جاب لنا الغساله للبيت؟ وشكون اللي جاب لنا البارابول؟ وشكون جاب لنا البورتابل؟ انا كي مشيت للخليج عام 82 هزيت ماكينه نتاع حجامه انا. الجدار ما عندناش. البيبسي وكوكا كولا بوات ما عندناش. قول انت وخرنا شويه احنا لهنا. احنا شوف احنا تونس، يا ريت اللي يخرج لبرا يعرف تونس. يعرف قيمة تونس؟ قيمة تونس. والله ولا بنتي. شنو لازم يتبدل في البلاد هذه اليوم؟ يتبدل شيء احنا عقلية، ونحكي على عقلية. عقلية العقلية هي العقلية الناس مش حمد رب. انت تدخل للديار اما انت تلقى الدار ما نحكي لكش. يبدا يخدم باش يعمل ديكوريشن في بيته ويعمل ويبدا كي يعمل حاجة. تو انت تو ريتي يخطب ويعمل بيت 12 على 12 فيل. اي وش يحب لها من بارتير، وش يحب لها من فايونس، ويحب بارتيك، ويحب ما عرفش دار شعبان، ويحب ما عرفش شنو. بعد الاستديو يعرس بيتك افيك صالون افيك دوش وتواليت ويعرس. ومن بعد كي تجيب الاولاد كي شالنا فهمت كيفاش؟ احنا قول انت ما احنا العين كبيره لكن الظروف. انا نخدم باش نتباهى على الناس. عن التفاخر والتباهي، وهذاك ضيع وليداتنا احنا. كي شي يهبط شي كهرباء هو بطار في فرنسا، شوماج ويهبط كهرباء. وكهرباء غادي رخاص، مرشديس بيه رخاص رخاص. فلوس اه ويهبط لهنا يهبط لك البوليو ويشوفوه، كي يشوفوا شباب شو يحب. شو يولي يتأثر مش في بيت. يتأثر يعني. فهمت كيف ايش؟ نعيشوا كيكا ولي. ايه وعلاش ما عندناش الزواج؟ نعيشوا لغيرنا باش نظهروا لغيرنا. ما تزوجش تو. علاش ما تزوجوش؟ اللي يقول لك اوه طباخ بمليون ونص، فرقه ب 4 ملايين زينه ولا شكون؟ عليه؟ قلت كلمه مهمه. نخدموا لغيرنا للتظاهر باش نظهروا اللي احنا لاباس، اللي احنا اغنياء. حوت تشري واحد باش يتباهى عليه. يعني كليت حوت. حتى الاكل ماكله معنا ولينا. حتى الماكله. فهمتني؟ ولادك اليوم ولدك يخمم في الخرجه. ولدي جبته من رفراف انا. جبته من رفراف؟ كان يحب يحرق. ايه فهمتي فهمتي تو. ايش فقت فيه؟ يجيك قسمه. فقت فيه يخدموا باش ما يثم البلايز كيما خرقنا اخي البلايز. حلق الواد؟ لا حلق الواد ما عادش كانت قبل السبعينيات هذيك في البطو بتاع الزويل يهبطي مرسي. نقول لك حاجه، انت قلت لي مازالتك سبعينيات لليوم صغار يمشوا يصطادوا في حلق الواد، شهرين التالي مسافروا على عن طريق حلق الواد. هي يركب في يدخل في كادر. فهمتني؟ قلت توانسي حمد ربه. فهمتني؟ قول لهم انت مباشرة. هو شنو هي؟ احنا في ديننا شنو؟ حاكم ظالم حاكم عادل. فاهم علي؟ جيش يعني يحكمها زوج. شو الديمقراطية؟ الديمقراطية كانت على راسها في أمريكا. مد الشيوخ بتاعهم بيت لاوي دخلوا له وكسروه. صح؟ أنا ديمقراطية ذي. ولا يعني هي المرأة ربي كرمها. كرمها المرأة، وشرعنا كرمها. يجي حقوق المرأة. ريتي في ألمانيا. المرأة ما تحبش تطلق عليه. تضرب، تتهين. يقول لك ذل الرجل ذل الحيط. ما تشكيش بيه. ولكن كيكون عنيف ما حشتيش بيه. يا ولدي ما هو يعني هي بقى. هي ذي اختيارات، فإنسان يحب يعيش في المذلة. صعيب هو الراجل يضرب امراه مشافه ولا عمل امراه فيها. تولي تسكت ترضى. اما احنا كالاسلام مكرمين المراه. هاي عايش بنتك يعيشك موجود.